الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض. البيت نتاع الدياموند كاين تحتو البير، شتو شحال غارق هنا غادي يتغطى. السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ حلقه اليوم سبيسيال، تم الانتهاء من غرفة الدياموند جولد اللهم بارك. بقات حاجة واحدة هي العشاش، وتحل المشكل ديالهم. علاش؟ لأن الحيط كي تتقب واخا فيه البوليستير كان تقب تقبة غارقة، وكان دير المسمار طويل وكيشد صحيح، يعني داك الحيط كله هو غنعمرو عشاش، وهذا الحيط كله غنعمرو عشاش. والمفاجأة اليوم اللي ساليت الدياموند جولد الإخوان من غير الشجرة اللي كانت عندهم، ها هي اللهم بارك، كاينة شجرة جديدة، ها هي اللهم بارك، ولكن ماشي هي هذه المهمه. من طبيعه الحال بغيت تقولوا لي فين بيوقفوا، في هذه وفين لا، هذه ديكور الاخوان، وكبيت لهم الزوان تما ولا شي حاجه باش يعود ينبت، وقت ما نبت يهبطوا ياكلها. هذه هنايا، هذه راه غطيتها كيف العاده باش ما باقيش تعود تكرفس لينا. والمفاجاه الاخوان، في عوض ما نجيب فاز تما وندير شجره وتشد لي البلاصه بحال هذه دابا، شاده هذا النص كله، الا بغيت نتحرك تما ما كاينش كيفاش نتحرك، يعني شاده البلاصه كلها. وفي نفس الوقت هنا خاوي خاصني ندير ليه شجره. هنا الانسان تيخصو يخدم دماغه ويدور شي شويه ويفكر شويه، وغادي يلقى انه الطيور تيبغيو العلو. هانا الاخوان الشجره اللهم بارك، شتي الافكار، هانا اللهم بارك، جدع على سقف فوق السقف الفوق، شوفوا كي مرتاحين الطيور فيه، وراه يلاه علقته باقي ما حفظوش. طير غدا ان شاء الله ونصور لكم حلقه فيه، بتلقاو عامر كله طيور، لان دابا يلاه كيجيو ليه تتعرفوا عليه، باقي ما عرفوش. ها هو من السقف حتى للسقف الاخوان اللهم بارك. وفي الارض بقى لي خاوي، شتاه باش نعود نتحرك انا تما، الميناج نشطب ندير كلشي، نلقى كيفاش ندوز، وفي نفس الوقت ما شاد ليش بلاصتي انا. والشجره اللي محتاجين تكون واقفه فيكس باش تكون بوزيسيون تاع وضعيه التلقيح مزيانه، ها هي الاخوان، يعني عواد صحاح ومعرشين من جميع النواحي، راه كبيره الاخوان، راهي كتبان في الكاميرا هنا صغيره، راه كبيره شاده داك النص كله، وكلها هي عروشه ومستقيمين، يعني يوقف الطير مستقيم وفيكس. ها انتم ما يمكنلهاش تحرك، مفيكسيه مزيان من القنت لها ومن القنت هنا ومن القنت لها، يعني مشدوده مزيان، عاد دايزين فيها هادو ها هما. وانا بقات لي بلاصتي ها هي، بقات الماكينه بلاصتها امنه، بقات فين تحرك كلشي، وفي نفس الوقت داكشي اللي محتاجينه هما هما. شتي الاخوان، انسان يفكر شويه يدور دماغه، وراه يمكن ليه يطيح الافكار جيده. هاد الشجره هادي باقي غنغلفها بحال هكا، غنجيب لها بحال هاد الوراق هادو وغنردها كامله هكا. هاد الشجره هادي انتم كي تشوفوها دابا، من بعد غتولي واحده اخرى ان شاء الله. دابا الليل هذا لقيتوني سد تما الاخوان، لان الطيور كاملهم كيدخلوا دابا تينعسوا، طال النهار طال الصباح من مورا 9 ل 10 ل 11 عاد كنحل هذاك القنت، واللي بقى برا راه كندخلو قبل ما نسد. اللهم بارك، شتو هاد الشجره كي جات اختها غتولي هذه، ها هي اللهم بارك الاخوان. اجي نشوفوها من تحت، انتم يمكن لي ندوز تحتها وما شدتليش لي سباس، شفتو؟ شوفوا لي سباس عندي هنايا مخير، وفي نفس الوقت ها انتم حتى الطيور مخيرين، يمكن لهم يجيو من الفوق ما يخافوا منك ما والو. انا جيت لهنا هما هربوا لهيا، شوفوا كي بيبان داكشي اللهم بارك، شوفوا شوفوا واحد الموان هو مبيضين واقيلا تما. جي نشوفوا الاخرين، كان عامر هنا راه يدخلت وما يخرجوا، والله العظيم كان عامر كي كيدخلوا 10 12 واحد اللهم بارك. شوفوا شوفوا الاخوان،
شتوها ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. شتو العشاش يلاه علقتهم وشوفوا تبارك الله باش تعرفوا الطيور سخان ما شاء الله بغاو يبيضوا. نشوفوا هذا ما فيه والو. دابا ندير لكم العشاش دابا نبرعكم عشاش ان شاء الله. هانتوما شفتوا هاد النتيوه اللي خرجت دابا هانتوما شوفوا الحصيله ديالها يلاه بيضات هي تما حيت اصلا العشاش باقيين جداد هنايا ما شاء الله. نتمنى الاخوان الفكره تكون عجبتكم. انا بالنسبه لي والله تعجبتني فكره فكره رائعه. اول ما دخلت الجدع هنا جبت فاز كنت بغيت نديرو تما وبغيت نرشقو فيه بحال هكا وكنت بغيت ندير جدع بحال هذا وبغيت نعمرو بسميتو بالوراق بحال هكا. ولكن طاحت لي فكره منين شفت الحيط كيتثقب وشكون اللي طيح لي الفكره هما هاد الخيوطه. انا في الاول قلت كاين البوليستر ما غاديش تشد لي ديك الشيفيه ولكن منين جربت ودرت المسمار طويل شدات مزيان وصحيحه صافي طاحت عليا هاد الفكره هادي. قلت علاش ما نلصقوش هكا في السقف غادي يجي مخير وغيرتاحوا فيه الطيور. انتم اللهم بارك شوفوا تبارك الله وفيكس شتوها. دابا الطيور الا بيتلاقحوا ما غتكونش عندهم تحراك ولا شي حاجه الغصونه كلها وما فيكس وكاين تيسع فين يوقفوا جميع الطيور. شتو ماما بيبداو يولفوهم يلاه دابا تركب لهم غير يولفوه بيولي تيعمروه كامل وكاع ما باقي يوقفوا لك في هذا. شتي هذا حيت ولفوه كي داير كله عامر. ها واحد الكلوستر تابع هذيك الموزايك ديما تابعها ها واقيلا تزوجوا وخا لا علاقه مع هذوك مع هذوك. وبهذه المناسبه هذه نيت فكرتوني الاخوان شي تعاليق قالوها لي واحد قال لي كنتفرج فيك مده هذه نهار شفتك درتي ديك الحاله البيروش ما بقيتش كنحترمك. بغيت نجاوبكم الاخوان انا في هذه المحميه هذه انا عباره عن مختبر تجارب. انا عزيز عليا نجرب الحاجه يعني ما عزيز عليا نمشي بالحاجه العاديه الطبيعيه اللي هو بحالاش البيروش الهوغو مع الهوغو. لا انا عزيز عليا نخربق. بغيت نزوج الانجليزي مع التكساس مع شي حاجه اخرى مخربقه نشوف شنو الناتج ديالها. يعني انا فهاد الطيور هادو علاش انا كندير هاد الباناشي باش هذاك الكلوستر يتجاوج مع ديك الموزايك. اي نعم انا متفق معكم بالنسبه اللي كيشارك في البطولات هذاك الشيء راه مخرج يد خربيقه ولكن لا انا بغيت هذيك التخربيقه. بغيت نشوف الانتاج ديال الموزايك مع الكلوستر بغيت نشوف الانتاج نتاع الفريزي مع نوع اخر بلدي. بغيت نشوف يا هكاك علاش انا كنباناشي بحال هاد الشيء وهكاك علاش شديت البيروشات وعزلت تكرنتوا تكرنتوا واخا كاين تكر اللي كنديروا ريمبو واحد اخر هنا عادي ولا علاقه ليه في الدم ديالو. ولكن انا ما بغيتش نخدم الاخوان ما كنشاركش في بطولات ولا كنشارك في جمعيات باش نمشي نجيب ديك الميداليه نتاع والو اللي كنت عاودت لكم عليها ولا شي حاجه. لا انا هنا عزيز عليا الحيوانات يعني عزيز عليا نشوف الاختلاف. هكاك علاش البيروش خلطوا بهذيك الطريقه باش نشوف الانتاجات والوليدات كيفاش غادي يخرجوا وكيفاش غيطلعوا واولاد ولادهم كيفاش غادي نخرجهم. هكاك علاش كنباناشي الاخوان. ما عنديش انا كوبله ولا جوج بحالك انت اللي بتجي تخدم على هذيك الكوبله خصك تكون مزيانه وتقابله. لا انا عندي الحمد لله الخير والبركه نتاع طيور الزينه وبغيت الاختلاف وبغيت الانتاج ان شاء الله على الله نوصل لشي طفرات اللي ما كاينينش في السوق. هكا كاش انا خدام انا على هذا الباناشي بحال هكا وغنخدم على البيروش باناشي وغنخدم على الفيشير باناشي وكاع الانواع باناشي ونخلطهم ونخلط الدم ديالهم باش ان شاء الله بحول الله نخرج في شي تركيبه اللي تكون ديالي. هذا هو السر علاش انا كتشوفني كنخلط بحال شي انواع اللي في العادي الناس الهوات راه ما تيخلطوهمش ولكن انا غنخلطهم. علاش؟ باش ولادهم نزوجهم مع ولاد اخرين باش نشوف شنو غيعطيوني وداك الشيء اللي بيعطيوني على الله نخرج انا واحد الانتاج اللي ما يكونش بحاله ان شاء الله في السوق يكون هي عندي انا وانا اللي طلعت الدم ديالو. هذا الشيء علاش انا خدام الاخوان ويلاه بديت يعني يلاه بنبدا نخدم على بحال هذه المسائل. نزوج شي حاجه اللي ما عمر الناس كيزوجوها نزوجها انا مع الاخرى ونشوف انتاجها ونشد انتاجها نزوجو مع انتاج اخر ونشوف شنو غادي يعطيوني. هكاك غادي ندير في الببغاوات الكبيره حتى نوصل ان شاء الله لشي طفره من الطفرات اللي ما كايناش ان شاء الله بحول الله في السوق. كنوعدكم ان شاء الله غادي نخدم عليها وردوا معايا البال وما باقيش تزربوا بحال هذاك التعليق اللي قال لك كنت متبع عليك منين شفتك درتي هكا صافي ما بقيتش كنحترمك. تبع خصك تفهمني علاش انا كندير هكاك وعلاش انا دير ذاك البرنامج بهذيك الطريقه. ما نطولش عليكم الاخوان نخليكم شويه تمتعوا بمناظر الخلابه نتاع دياموند جولد. الليل هذا راه انا مولف تنكون كنسد عليهم من مورا المغرب هذا الباب هذا. البوله اول ما كتفرى مع مريقلها راسها كتشعل وكتفرى راسها اول ما كتفرى ما كنوصلهمش غير حيت اليوم ما ساليتش بكري يلاه ساليت الشجره وداك الشيء هكاك علاش جيت شعلت عليهم باش نلصق لهم الشجره. اما الا لصقت لهم العشاشه الاخوان وانستاليتهم بلاصتهم راه ما باقيش غنجي لهم في هذه الوقيته بغيت نخليهم مع الطبيعه. كتشعل لهم البوله في الوقت وكتطفى لهم البوله في الوقت ان شاء الله بحول الله. دروك انا كنخربقهم بين ما ان شاء الله بحول الله
ندير لهم العشاء شوية انستالاو ان شاء الله. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله المعنويات. شوفوا شوفوا حجينا الاخوان، هادو ديما كيتجمعوا هنايا في هاد العشيه. شوفوا شي بان لكم مش مضبب شويه، ها هما بداو تيزعموا. شوفوا شتو الكلوستر اللي قلت لكم ديما تبع الموزايك، راه غيتزوجوا ان شاء الله. شتاه هي هاربه منو، هو ديما تابعها ديما هكاك. بهاد الحاله كيضلوا النهار كله هكا، ما كيضرباش غير كيضلوا هكا النهار كله، هو كيطعمها بيت زوج صحة. شوفوا الفريزي المستويات، اللهم بارك، مستويات رائعه، اللهم بارك. شوف وحدة فين كتطلع علينا، يلا الإخوان باش ما نزيدش نبرز الطيور أكثر من هكا، نكتفيو بالفيديو هنايا. نتمنى الفكرة تكون عجبتكم. الخلاصة هو أي واحد عنده غرفة تاع المقنين أو أي طيور وبيت الله فيهم، الغرفة إلا بغيتي دير الوقفات، هاد طريقة الوقفات هذه هي أحسن طريقة بالنسبة ليا أنا شخصيا، عجبتني. وخصوصا من بعد ما نغلفها بحال هكا، من بعد ما ندير لها أوراق الأشجار، أبا تولي الخيال العلمي. يعني أنا شخصيا عجبتني، وقفة عملية ناجحة 100%، خصوصا لطائر الحسون. وإن شاء الله راه كنوعدكم الناس اللي كيحطوا لي تعليقات علاش ما كيتوفرش طائر الحسون عندك في المحمية. لا الإخوان، إن شاء الله غيتوفر طائر الحسون، وغتكون شي حاجه في مستويات عاليه. خصني نلقى مولاهم شي حد اللي عنده شي حاجه زوينه للبيع ومباقيه ديال العش، وشي حاجه في مستويات زوينه ان شاء الله. وغادي ناخذ شي كوبلات يكونوا زينين، وغنصايب لهم غرفه مثاليه بحال هكا. الا جبت كوبلات قلاله غنطلقهم مع هادو، ومن بعد ان شاء الله راه غادي نصايب لهم غرفه ديالهم اللي غتكون في مستويات عاليه بحال هادي، وغتكون نفس هذا الشكل. الاختلاف اللي كاين هو في هاد صوره المقنين تما بلاصه دياموند جولد، وغنصايب لهم الشجره والكازون كلشي بحال هكا ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله. الاخوان يلا ما نطولش عليكم، تسناو الجديد. تحياتي، الله يعاونكم. البيت نتاع الدياموند كاين تحتو البير، شتو شحال غارق هنا، غادي يتغطى. هاي اللي مشارجين هنا، أكل قياس.